ونفس الوضع كان مع محمد منير. محمد منير بقى موضوع طويل عريض. لان محمد منير جابهولي عبد الرحيم منصور، كان اول مره اشوفه. واللي جاب الاثنين الاستاذ شوقي حجاب الشاعر الكبير. شوقي حجاب قال لي انا جاي لك النهارده معايا واحد شاعر هتعجب بيه جدا. قلت له ما فيش مانع. جه ومعاه محمد منير. قال لي محمد من النوبة وله طريقة معينة، وكان قاعد مع بليغ مدة، وبليغ عمل له حاجات زي عبد الحليم، فإحنا عايزين سكة جديدة، وإنت كنت بتعمل مع شوقي حجاب حاجات جديدة جدا كانت ناجحة في العالم العربي. طيب نجرب. قلت له اسمع، هات لي واحد دف نوبي وأنا هجيب الناس بتوعي. في الوقت ده ما كانش فيه حاجة اسمها آلات بيس جيتار ودرامز وإلكتريك جيتار وكيبورد مع دف على الكرة الأرضية، ما فيش الكلام ده. فعايز أجرب نفسي. قلت له تعالوا نجرب، لقيته حلو كان بيها. تاني يوم الصبح صحيت أنا وزعت الهارموني بتاعي وكل واحد خد الورقة بتاعته وقعدنا نعزف وبتاع. تاني يوم الصبح سجلت عندي ريكوردر وبعته. تاني يوم الصبح لقيت حاجة حلوة، احنا عاملين حاجة حلوة، نوستالجيا جنوبية مع آلات عالمية، مزيج لذيذ جديد. ايوه جديد. كلمت الشركة بتاعته وقلت لهم انا مستعد اشتغل معاه. كنت قبل كده رفضت اتنين مطربين لانهم تقليديين قوي، وانا ماليش في التقليدية، انا عايز حد يشكو يعمل حاجة بومينج. وكده كانت الانطلاقة. محمد منير بيفتكر بقى ان احنا شغلناه كتير في مهرجان السينما بتاع المرحوم كمال الملاخ وكده. الكلام ده كله فلوس على فكرة، ما فيش حاجة اسمها لا، عمري ما اديته فلوس في ايده نهائي. لكن اللي بيعزفوا ورانا دول كلهم ما انا اللي دافعهم. صح صح. ما هو عشان ينجح الفنان لازم برضو يكون في عناصر خلفه وجنبه بتساعده، وما بينجحش لوحده. فطبعا ايه عبد الرحيم منصور، الحاج احمد منيب، شوقي حجاب، كل الناس دول بما فيهم انا، كل الناس دول كان ورا هذا النجم. بس انا كنت عارف ان هو هيبقى نجم لان التوليفه عجبتني. امتى الاب زعل من ابنائه؟ لا يزعل، لا ياخد على خاطره. امتى اخد على خاطرك؟ مرة محمد منير مع يحيى خليل كتبوا حاجة في الجورنال إن مرحلة هاني شنودة انتهت تماما، وإحنا دلوقتي بنعمل مرحلة جديدة و و و و. كلمني الصحفي اللي كاتب البتاع، قال لي لو قلت لي انشر انشر، لو قلت لي ما تنشرش مش هنشر. قلت له لا انشر، وخدت على خاطري. ليه؟ حسيت بإيه بوقتها؟ لا حسيت ان هم عايزين يقولوا حاجه بس بيقولوها غلط. يعني بدل انتهت مرحله هاني شنودة دي تماما، ده هاني شنودة اللي اسس المرحله دي، هي ما انتهتش. اللي انتوا عملتوه في لمسه هاني شنودة لغايه النهارده. على فكره لمستي موجوده في معنا، جت مع عدويه. اللي انا بقابل في الناس في نص السكه، يعني انا بشوف المطرب بيعمل ايه واعمل له حاجه تناسب اللي هو بقى. عاتبته لمحمد منير؟ ما كلمتوش في الموضوع؟ لا لا لا. ولا حاسس انك زعلت برضو؟ ولازم تكون عارف ان انا زعلت، لان اكيد الصحفي قلت له وقال لي انشر وهنشر. وما كلمت؟ ما اتصلش فيك؟ شوف حضرتك بقى، ربنا يكون في عونه في صحته ورقبته والحكايه والروايه. انا بحمد ربنا على كل يوم انا بقضيه في خدمه الفن، لان خدمه الفن هي خدمه بلدي، وخدمه بلدي هي ما فيش اعلى من كده مرتبه في الخدمات. بخدم عيلتي وبخدم اسرتي واشوف احوالهم وكل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر انا منحاز للجانب الفن.
هو ده عيلتي الأساسية وعيلتي اللي أنا بحبها. لو في ناس ما احتفظت بالجميل، لو في ناس مش شايلة العرفان، أنت ما عندكش مشكلة يبقى الفن هو العنوان العريض؟ لا، أصل الفن بيعوضني كتير جدا جدا جدا. يعني بعد الكلمتين دول كان هوب عمرو دياب. آه، بعد الكلمتين الوحشين دول في الصحة، مع أن هم مش وحشين، هم أساءوا التعبير. بمعنى ايه؟ انا ما اظنش ان انا عملت لقاء مع حضرتك ان ده ملوش اثر في حياتي اللي جايه كلها. مفيش حاجه كده، مفيش. اولا احب اقول لكل الشبان، مفيش حاجه اسمها محدش علمني، ده مش موجود. مفيش حد يقول محدش وقف جنبي، مش موجود. صح، محدش يقول الكلام ده كله. هو عندك الموهبه بتستمر، بس في حد لازم ياسس معاك. ياما مواهب ماتت لان ما لقوش حد يقف جنبهم وما لوش حد يعلمه. خلص الكلام.